انت لسه مش عارف انت فين؟ لا انا كنت نايم في اوضتي، ايه اللي جابني هنا؟ يا معلم انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعناية. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاج؟ انا احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس وطي صوتك بدل ما حد يسمعنا. وانا زعقت دلوقتي؟ انا زعقت بس نفسك تزعق علشان يسمعونا بره وتفضحني. طيب هات المفتاح ومش هفضحك. لا اقعد معايا شوي. يا بنت اقعد اعمل ايه؟ اقعد اعمل ايه؟ فكر. طيب هفكر وباجي لك. افتحي بقى الباب. لا اقعد شويه معايا. مش هتفتحي الباب؟ لا. افتحي بنت الباب، افتحي الباب. اموت في العنف. بقول لك كان معايا خميس ما وصلش. ما وصلش ازاي؟ اذا كان هو اللي موصلني. اوعي بقى. طب استنى خليك. لا يا ست اوعي بقى، سيبيني بقى. خميس في جلابيتي؟ هو فاكرني ايه؟ عبدي من عبيد ولا صبي من صبيانه؟ انا المعلم هنا وكل حجر في الحته دي يشهد بكده. هو في حد يستجري ده وشيت بشام في البلد دي؟ لبسني من انا؟ انتوا اوعى ايدك. انا يركب عليا عيل سيس زي شفاعه؟ وديني اكون خالبها وعلى الكل، وديني اكون جايب عليها وطيها. بقول لك يا معلم براء، انت شكلك تعبان قوي، تعال نروح دلوقتي. اوعى ايدك. انا مش عايز اروح، انا مش عايز اروح البيت ده تاني. انا مخنوق، انا تعبان، تعبان قوي. هات ازازه تاني يا رزق. كفايه شرب يا معلم براء، انت شربت كتير قوي جوه. تحسبني يا ايه؟ ادرى معلم براء، بس عشان خاطر تعالى نروح دلوقتي. خلاص كلكم بقيتوا معلمين، ولا الصوت بتاعك هنا ولا ايه؟ يا معلم معاش ولا كان اللي يقول عليك كده؟ معاش ولا خلاص، وقدام الناس كلها. بس معلش، وديني وايماني ما انا معديها له المره دي. وديني وايماني لا اوريك يا روح، هوريك يا نوح من المعلم. انا ولا انت يا نوح؟ انا ولا انت يا نوح؟ سيبني انا، سيبني 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 سيبني. ادي الواد اللي حلتي وطلعتي بيه من الدنيا، واخد عكس ماشي فيها بظهره. عيل غبي ماشي عمال يلطش في عتمه ملهاش اخر، وهيضيعنا معاه. بس انت زودتها معاه قوي يا سيد الناس. عاوزه ينشف ويبقى راجل. احنا في ايام ما بترحمش، الدنيا سنة سنانها على الآخر، بتاكل اللي عضمه طري وتحلي بلحمه. وابن النوح ما ينفعش يبقى من دول، ده كبير السوق من بعدي، ده كبير السوق من بعدي، ولازم الكل يبقى تحت درسه. طب وخدمتك الغلبانة دي يعني مش ناوي تديها حتة؟ يا بنت ما انتيك الكل، ما تسيت معيش بقى. حتة من السوق اكل منها عيش. تسعبنيش على رزقك، التقيل جاي ورا. كلام ما باخدش منك غير كلام. الكلمة عهد، والعهد يمشي على كل الرقاب. والنبي انا اللي نفسي رقبتي تتلف بأساور،
أشم ريحة الدنيا بجد، مش هقضيها خدمة ومرمطة وقلة قيمة. يا بنت هو في قيمة أكتر من قعدتك دي معايا؟ اتساير ونقول اللي طابي على الصدر. النبي نفسي أدخل جوه دماغك دي أعرف إيه اللي بيدور فيها. تتوهي تتوه كان غيرك أشطر. يوه يا بنت أنا دماغي دي كلها سكك ومشاوير، ما فيهاش ميادين ولا علامات، حتى رصيفها لسه ما قالش أوانه. مش يمكن لما أدخل فيها أوصل؟ حاولي على الأقل تبقي خدت شرف المحاولة. ماشي هنشوف. نشوف؟ ما نشوفش ليه؟ يا بنت الحوار الجامد اللي دخلتينا فيه ده. قومي يا بنت عاوزين نشوف حاجة حلوة. سلام من عيني. ده عينه مني. يا بنت بنت يا سارية بنت يا سارية يا بنت يا بنت ايدك. ده انا في ثانوية عامة، ده لو بابا وماما عرفوا ممكن يموتوا فيها. ابوس ايد. انا هطلع البلا على جدتك وجدتك اللي خلفوكي النهارده. في بس يا ست مطر، وانا كنت عملت ايه يعني؟ الله بيت كنت بتعملي ايه جوه بيت؟ ابدا، كنت بساعد المعلم في الشيشه، ما انت عارفه انه صحته على قد، فكنت بشد معاه. اسمعي يا روح امك، انا ما احبش المسخره دي عندي في البيت هنا. مسخره دي بس كفاله الشر، دي شيشه. شيشه؟ امال بشويش على ناية؟ انا واحده ناية، دي تبقى ايه يا روح امك؟ والنبي معنا دي امينه بيت. الله، لازم الفرفشه للمعلم. عارفه لو شفتك بتعملي اللي عملتيه ده بعد كده هعمل فيك ايه؟ اقلع الشبشب وانسله على دماغك. وانا مالي؟ الله، روحوا قولوا الكلام ده للمعلم، قولوا انتوا عايزينه انا اعمله. الله، اهو سيبها راجع اهو. طب امشي نوري لحد يشوفك يحس بحاجه. والنبي لو قول للمعلم، انا مش هسكت بقى. مهندس عبد العزيز ريان والد شادي اللي خدوه هو مع اصحابه. انت راجل محترم كده ومتعلم وفاهم، سايب ابنك ليه البلاوي دي؟ بلاوي؟ انا مش فاهم حاجه يا باشمهندس. احنا ما جبناش ابنك من وسط اصحابه او مع اصحابه، ابنك اتمسك متلبس في وسط عيال شمامين وضريبه. ايه؟ لطفك يا رب. شادي ابني ده عمره ما دخن سيجاره. شادي في ثانويه عامه كمان متفوق. ابنك هيتعرض على النيابه كمان ساعه، عشان كده قعدت اجيبه. اساله بنفسك يمكن يرد عليك. ادخل. شادي حبيبي حبيبي يا ابني. شادي قول لي قول لي كل حاجه بصراحه بوضوح. يا حبيبي رد رد علي. يا حبيبي اتكلم. شفت؟ اديك سالته ما ردش عليك. ايه ده؟ اكيد حد ضحك عليه. عمره ما يعمل حاجه زي دي. انا تعبت قوي في تربيته، عمره ما يعمل حاجه زي دي. يا باشمهندس ما تضيعش وقتك، ابنك هيتعرض على النيابه، يعني الحق اقوم له محامي زي ما قلت لك. بس حدك بتقول متلبس، يعني راح في داهيه، يعني مستقبله راح، يعني شقى العمر كله بقى في الارض. سعادتك احنا مش كده خالص.
احنا ما نعرفش الحاجات دي. اعملوا عليها تحريات، مش انتوا برضو بتعملوا تحريات؟ اسالوا عننا، هتلاقونا عيلة كويسة قوي ملهاش علاقة بالحاجات دي. ابوس ايدك، امي ممكن تموت وتروح فيها، احنا كلنا ممكن نضيع، البيت هيتهد. علي بابا، بابا بص يا باشمهندس، اللي انا هعمله ده ضد القانون، لكن احيانا كتيره جدا القانون بيكون بغل حس وفرع. انا هخرج ابنك من الليله دي خالص، بس ليا شرط واحد. أمر، أمر سعادتك وننفس. تاخده من هنا على المستشفى، تعالكوا تقعد معاه، تكلم مع ابنك، خد ودي معاه في الكلام، وفهمه انه بعد كده ما يعملش حاجه تجيبه هنا تاني. تشكل، تشكل سعادتك. انت هتعمل ايه؟ اتفضل اتفضل. يا ريت بدل ما تستهلك نفسك في بوس الايادي في لحظه زي دي، خد بالك من ابنك. اتفضل بطاقة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا باشمهندس. بس يا ولية يخرب بيتك هتفضحيني. والنبي والنبي واللي نبى النبي ما حاسبك لما اخد الحلاوة الكبيرة. ليه يا ولية؟ إن شاء الله. بقول لك حج وساب لي الاوضه وعمل زي ما تكون عقربه ولدعته. امال لو كان بات كنت عملتي فيا ايه؟ ده شغل يا ست، شغل. وانت ست العارفين شغل ايه ده بقى؟ ان شاء الله بيتقى، بيرمي رمش ويسحب رجل. عليكي بقى انت تستغلي الفرصه وتوربي الباب. يا حنتوما، ده انا مفندقه الباب على الاخر، عايزة بس هو اللي يدخل كده ويخطي. مش قلت لك انه هيجيلك وجالك؟ صح صح، أنا كلمتي ما تخيبش أبداً، حيجي وحيلين. عارفة يا حنتومة، طول الليل بفكر فيكي، بدعيلك، طلعتي قروبة. إيدك بقى على الحلاوة، إيدك على الحلاوة. طيب يلا، حنتوش منتوش طربوش منفوش. الله حي. والله ما خسارة فيكي يا حنتومة. أسري أسري خلاص، حدوش منتوش طربوش منفوش. هات الجوز وسيبك من العجوز، وهات الصغير المحير. الله صباح الفل يا ست مطر، وشك ولا وش القمر. تلم يا بيت. والنبي انا فرحانه لك قوي يا ست مطر. فرحانه لي على ايه يا اختي؟ على البال الرايق والميه رجعت لمجاريها. مفيش حاجه يا اختي رجعت لمجاريها، وكله من نبرك. يوه، يعني الحمايه طلعت بلوشي؟ بلوشي. يا لهوي، هو سبرقة لسه برضو يعني؟ مش عارفة يا سوريا، كل ما يقرب مني جتتي تتلبش وحس ان انا كده راكبني جميت عفريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ده نفس. انا عارفة بقى، والنبي ما تقولي الكلام ده، قصادي احسن بخاف. اسمعي مني بس يا ست مطر، الحكاية دي فيها إن إنت ايه بقى؟ اكيد حد عامل لكم عامل. تفتكري يا بنت حد يكون رابطه ولا عامل لي حاجه؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا حد عامل له عمل مربوط بيه، يا عامل لك عمل ما تطيقيهوش، وفي كلا الحالتين لازم يتفكوا. طب ونعمل ايه يا بنت؟ انا اعرف واحده بتفك الرابط. لا يا اختي، انا بخاف من الحاجات دي. اسمعي مني بس يا ست مطر، احنا هنجرب مش هنخسر حاجه. دوري الموضوع في دماغك، ولو تمام قولي لي وانا ادور لك عليها واجيبها لك من تحت قطيع الارض. امشي يا بنت، غوري من وشي، امشي. همشي. مالتي يا بيضون، انت مش ملاحظه انك معطلني بما فيه الكفايه؟ وانت عارف ان الكوافير مستنيني جوه، وعمال تلف وتدور بكلام ملوش لازمه. بالراحه شويه عليا يا نجمه، سلولي.
انت عارفه ان مصلحتك تهمني وانا جاي النهارده مخصوص عشان اوعيك. توعيني من ايه يا اخويا؟ الشغلانه دي انا سبتها خلاص، والمحل مش هرجع له تاني، وحتى البدل رميتها. جاي دلوقتي تبيع لي ان انا ارجع وتقول الجوازه خانقه وقرف؟ انت مال اهلك؟ مين قال الجواز خانقه وقرف؟ انا قلت؟ هو قال؟ انت قلتي؟ يا رمانة الجواز رضا وقبول، وانت عندك القبول وانا ما عنديش الرضا، يبقى الجوازه دي مش هتتم. اطلع بره يا ملط. بتطرديني؟ اي جو؟ ايوه جو، وناوي دلوقتي حالا قبل ما الم عليك الخلق واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك، وانت عارفني كويس بيني وبين الجنان هسه ما تدوش عليها انت. مفيش عرايه بين الجنان والعبط، حاولي ما تقطعيهاش. انت عايز توصل لايه بالظبط؟ مش عايزك تخسري كل حاجه عشان شويه احلام عبيطه، انا جاي النهارده مخصوص عشان مصلحتي. مصلحتي ان اتجوز اللي انا بحبه. الخميس مش هيتجوزك. اطلع بره بره. ماشي ماشي يا نجمه، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزنبليطه. قول يا ابن الكلب. دج اشيك. دج يعني بوبي، يعني رمز الوفاء والامل، يعني الملط بيضون. سلام يا نجمه. هو كل شويه برص الحيطه ده يجي يحرق دمنا ويسم بدنك يا ابله؟ الحق يا بيزا، ده بيقول لي الجوازه مش هتتم. قطع لسان، وده من قهرته يا ابله. انتي ناسيه كان بيحط في كرشه قد ايه من وراكي؟ ده ديته شبش بيلزق على الحيطه ما ينزلش تاني. والواقف بتفتح الباب بالسيجاره. انا قلت امي هتعلقنا وهتخلينا نمسح البلاط زي الحريم. بس بصراحه شكلنا كان زباله قوي. شكلك انت يا اخويا الزباله. انا مالي، انا ماليش فيه. انت شربت ايه؟ كرتونتين بيره على ازازتين ويسكي على قرشين حشيش؟ ادي عيب الدماغ الخفيفه. ده على اساس ان انت كنت فايق قوي وما اتدلقتش زي حالاتي. يا راجل، ده انت اللي موصلني لحد باب اوضتك بايديك. اعمل ايه؟ ما انت سبتني تايه في الطرقه مش عارف اروح فين لحد ما دخلت اوضتك. لا ومراتك، مراتك دي ايه؟ يا ساتر، ده كانت هتاكلني يا راجل. امال لو كانت بتتكلم كانت عملت فيها ايه؟ ربك بيسترها مع الغلابه اللي زينا. اهو ما سترهاش المره دي. صباح الفل يا حاجه. صباح الفل يا حاجه. مش زي ما انتوش مكسوفين من نفسكم وكمان بتضحكوا؟ دي عامله تعملوها؟ معلش يا حاجه، يعني ما فيهاش حاجه من الواحد دماغه تلف شويه. يعني هو الظاهر ان احنا كده تقلنا في السهر حبه. إذا كان خالك كبر ودماغه بتلف من كاس ولا من حجرين. اه والله حتما انت لازم عينك تبقى في وسط راسك. ده احنا املنا في ربنا وفيك، ما احناش حمل ضربه تانية. معلش يا حاج، ما تكبريش الموضوع كده. ايه المشكله يعني؟ الخال وسكر وهيس ودماغه راحت منه. ده الخال اللي هيس على ده، انت بظبط نفسك يعني؟ ده انت كنت صعبان عليا والله. اسمعوني كويس وبلاش رغي. حفله العمروتي حتما لازم تستغلوها، ولازم توصلوا معاه لاتفاق على شغل جديد، فاهمين؟ واحنا معانا قرشين كويسين. طمني، العمروتي حبيبني وحاططني في دماغه وشاريني على الاخر. النوح مش هيسكت، هيفضل يحرجم كده لغايه ما يضرب مفك في محبته ليك. اوعى تديله الفرصه دي. النوح جه لغايه عندك هنا يا حاجه، جه وقدم فروض الولاء والطاعه، معنى كده ان هو مسلم. النوح ده تعبان، يفضل لابد في الجحر لغايه ما يبخ سمه ويلدغ لدغته. اوعى تديله الامان يا ابو سني. كل سم وليه ترياق يا حاجه، ويتوب علينا ربنا. عايز تجوزنا يا حاجه؟ اه، ما دام انت ومراتك مش طايقين بعض تتجوز. ما انت عارف القصه دي من بدري، اشمعنى جاي تكلمني فيها دلوقتي؟ ايه، خفت على خدمتك مني ولا يا حاج؟ ولا كلمة تانية. حنسى انك ابني، كفاية سبتك امبارح عشان ما كنتش في وعيك. انت من امتى يا حاج افتكرت ان انا ابنك؟ ها؟ من امتى؟ انت طول عمرك ما بتشوفش فيا غير نفسك وبس. اخويا يموت تجوزني مراته عشان اسمك وسمعتك. تخاف على خدمتك مني، عايز تجوزني تاني. ومش مهم بقى اطلق مراتي ولا ارميها في صفحة زبالة، المهم مزاجك انت وبس. حتى دم اخويا نسيته حق قدام مصلحتك، وراح تحط ايدك في ايد اللي قتله، مش كده يا معلمه؟ صح؟ لا مش صح يا حمار، مش صح. انما الصح بقى اللي عاوز اكبرك واخليك تسيب السوق ده كله، ولو صبرت عليا شويه يا ياض
كنت هتعرف انا عاوز اجوزك مين، وساعتها كنت هتعرف وتتاكد ان كل اللي في دماغك الوسخه دي زباله ملهاش اي اساس. لو عاوز تكبر بصحيح لازم تشب بعزم ما عندك وتشوف ابعد من الكل، مش تكعبل على اول سلمه وتضب زي الاعمى في وسط الزحمه. الجوازه اللي بقولك عليها دي هي اول السكه. انت في دماغك تجوزني مين؟ روح حضر حالك والبس كل اللي على الحبل عندك عشان رايحين حفله مهمه. حفله ايه دي؟ هناك هتعرف كل اللي انا بفكر فيه. كل دول ثانيه واحده. على فين يا جوز؟ ثانيه واحده كوارث. ايه يا مطلي؟ كل ده يا مطلي؟ افرض احنا كانوا نزلوا وانت مش موجود، عارف افندينا كان ممكن يعمل فينا ايه؟ مش عبال ما طلعت العربيه وغزلتها وفولتها؟ ماشي يا مطلي ماشي. يلا روح قول لهم ان احنا جاهزين يا اخويا. انا هقول لهم دلوقتي، وخلي بالك من العربيه اوعى تحكها. قلبك ايه حبيبك هيبقى ما تخلص بقى يا كرامه، هي اصلا متلمعه لازم تحطي بصمتك يعني. ماشي هيبقى شكلك ايه لما سيبك تقول لقلبك ايه عن حبيبك، هيبقى شكلك ايه لما سيبك. انا زي ما انت شايفه كده عندي شغل، ادعي لي بقى. ايه رايك يا كرم؟ حلو ده بنت العسل. تيجي معايا ازاي؟ انا رايح شغل. ينفع؟ ينفع؟ ما هي قاعدة في البيت زهق. طب نعمل ايه؟ انا بكرة بكرة هخرجك اوديك الفيشاوي عند الراجل ابو عود وفرجك على الاجانب اللي انت بتحبيهم. ماشي؟ لا راح فين؟ بكرة بكرة النهاردة الاجانب اجازة. يوم يعذب. انا مش عارف دي انا توت مني انا مش قادر. لا محمد رسول الله عارفها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نتبارك يا حجة. اقعد يا حبيبي لما رأيك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. تسلمي لي يا حجة. جاهز يا خال. يلا أبو سن. نتبارك يا حجة. مش هوصيك، الليلة تفرق معانا كتير وممكن ممكن تبقى بداية خميس. متقلقيش اطمني يا حجة، كل اللي اتفقنا عليه هيحصل. اتفقتوا على ايه؟ وانتوا عاملين مؤامرة؟ مفيش يا ابو جمعة، وراك اهو ادعي لنا يا حاج. مع السلامة. يلا. يجعل لكم في كل خطوة سلامة. ادعي لنا يا حاجة. يجعل لك في كل خطوة سلامة يا خميس يا ابن بطني. يا رب استرها معانا يا رب. يا رب استرها معانا. اتفضل يا فندينا. هنروح مشوار الأول يا خالة من الحفلة. مشوار ايه اللي هنروحه يا خميس؟ أقول لك. بالإذن ثواني. عم زغلول. مين؟ عم زغلول. أهلاً 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 أهلاً. إزيك يا فندينا؟ الحمد لله تمام، أخبارك أنت إيه؟ الحمد لله. فتنا أخبارها إيه؟ نحمده ونشكر فضله، إحنا كنا فين يا ابني؟ كنا فين؟ ربك لطف بينا على الآخر. الحمد لله ما أنت كريم يا رب. طب هي مش محتاجة حاجة؟ مستورة الحمد لله يا ابني.
ما يلا خميس تاخرنا. يلا يا خان اهو جاي اهو. طب يلا يا ابني شوف مصالحك. ماشي. السلام عليكم. اتفضل يا عم زغلول. الله يكرمك. السلام عليكم. اتفضل يا راجل بركه. راجل بركه. يا لهوي على نظراتك. عسل يا مطني. يا خميس قول لي مشوار ايه اللي هنروحه قبل الحفله؟ اوريك يا خان اركب بس. اركب. خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك من حروفك. سلام يا معلمي. ما قلتليش بقى مشوار ايه اللي هنروح؟ وابتدى ابتدى ابتدى المشوار. واه يا خوفي اه يا خوفي من اخر المشوار افدينا. يلا رمانة. أول مرة الحلو يكمل بجد يا خميس؟ يعني عاجبك؟ عاجبني القالب غالب يا رمانة ميزان الجمال والحلاوة. بموت في كلامك الحلو يا خمستي. أنا اللي بموت في كل حاجة. بحبك يا خميس. وأنا بحبك يا رمانة. بقولك إيه؟ إيه؟ ما تيجي نخلع من الحفلة و نقضيها. الخال الخال والد. مش بتقول لي خالك مستنيك؟ يلا بقى بطل دلع. طب ما نبعت يجيب المعزوم. طب نخلص من مشوار الحفله الاول. ماشي اتفضلي يا ملكه. يتوب علينا ربنا. يلا بينا. انت ماشي كده ليه يا خميس؟ دنيا وماشية بالمعكوس. اه يا دنيا. الله. اه يا دنيا. الله. ويكون الشيطان ضحك عليكي وتهيألك ان انا نسيت. لا انا فوتها بمزاجي قصاده وقلت لنا ركن نتحاسب فيه. ليه بقى ان شاء الله؟ وانا كان ذنبي ايه؟ هو انا اللي كنت خدته من ايده وقلت له يروح يشرب الهباب اللي خلاه مش عارف يمينه من شماله؟ ولا انا اللي كنت سحبته من رقبته ودخلته عليا الاوضه وانا واخده راحتي على الاخر؟ يا حاجة خليكي منصفه. انصافي ليكي ان انا سايباكي على ذمه اخويا لغايه دلوقتي ومخليالك نفس في الدنيا وعازه في البيت. امشي عدل وما تخربيش على روحك. خضتيني. ايه على طول ضدي؟ ليا ذنب ماليش ضدي؟ بقولك ايه، ما تروحي تكلمي احسن. مياستك ومرقعتك عليه في الأوضة وصلتني. ولا تكونيش يا بنت فاكرة إن أنا نايمة على وداني. مياستي ومرقعتي؟ استغفر الله العظيم يا رب. عينيكي فتحاك يا روح أمك. بقولك إيه؟ لم نفسك، لا تبص تلاقي روحك مرمية في الشارع زي قطط البلدي. عارفة القطط البلدي؟ نياو.
الأول كل يوم عن التاني. أنت كنت مخبيها عننا ليه يا باشا؟ ولا مخبيها ولا حاجة، كانت مسافرة برة بتدرس كيمياء عشان تنفع أبوها. وبراءة كمان الواد اللي فاضل لي بعد موت أخوه غريب الله يرحمه هو اللي ماسك كل شغلي، وكل اللي حيلتي هيبقى ملكه بعد ما أموت. ربنا يديك طولة العمر يا معلم. الله يجبر بخاطرك يا باشا. اشرب يا معلم. اتفضل يا باشا. صحتك يا معلم. أمير أمير، شايف الشغل على أصوله؟ خليك أنت يا أخويا ليش جنبها. يتوب علينا ربنا يا خالي. خناس، هو أنت يا أخويا تعرف صاحب الفيلا دي كلها منين؟ المصالح بتتصالح. المرض